في يوم كان في فيل بيتمشى في الغابة، وكان ماشي فخور بنفسه وفرحان قوي. وفجأة كده وهو بيتمشى لقى عصفور، والعصفور ده نايم على ظهره ورافع ايديه الاتنين ورجليه للسماء. فالفيل استغرب قوي من فعلة العصفور ده، فسأله قال له انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت بتعمل كده ليه؟ فالعصفور قال له انا سمعت من بعض الحيوانات ان السماء هتقع على الارض، فعلشان كده انا قاعد في وضع الاستعداد عشان اول ما تيجي السماء تقع هقوم ساندها بايديا ورجليا. فالفيل ضحك واستغرب قال له انت يا ابني متخيل ان ايديك ورجليك الضعاف دول لو السماء وقعت هيمنعوها من انها تقع؟ فالعصفور رد عليه بمنتهى البساطه وقال له انا دوري في الحياه حاجتين، اول حاجه ان انا اعمل حصتي من العمل او امارس حصتي من العمل، والدور التاني هو ان انا اكون قدوه للناس اللي حواليا علشان يعملوا زيي. القصة دي بسيطة جدا، بس لو بصينا لها هنلاقي ان اللي عمل العصفور ده ليه معنى كبير قوي. الخط الفاصل بين النجاح والفشل بسيط جدا، يعني انت ممكن تعمل حاجة وتبقى متخيل انها تافهة وملهاش قيمة ولا اهمية لا ليك ولا لأي حد، والحاجة دي تأثر في شخص معين وتكون مصدر الالهام ليه. مش بس كده، ده ممكن تكون الحاجة دي هي مصدر قوتك في المستقبل. ما تبخلش علينا ولا على نفسك بانك تطلع اللي جواك حتى لو كان بسيط، عشان البسيط ده بالنسبه لك ممكن يكون لناس تانيه كبير